في مايو وبعض من يونيو 2015، بعد أقل من 3 أشهر على انطلاق عاصفة الحزم، تعطلت حركة الطيران وعلق المئات في مطارات القاهرة وعمان وكوالالمبور. اليوم من جديد وفي نفس الشهر تقريبا تتكرر معاناة اليمنيين المسافرين أو العابرين ترانزيت عبر مطار القاهرة وكذلك عمان. بالتوازي تتزايد التشديدات على اليمنيين في مطارات دول شقيقة وصديقة، آخرها طلب سلطة مطار الملك علياء الأردني بأن يحمل المسافر معه ما يثبت خلوه من الأمراض المعدية. وبعد معاناة وارتفاع المناشدات عبر مختلف قنوات التواصل، تدخل رئيس الوزراء بتوجيه إدارة الخطوط الجوية اليمنية بالتعاقد مع شركات طيران أجنبية لنقل المواطنين العالقين، لكن رحلات النقل لم تبدأ حتى الآن لأسباب غير مفهومة. أهم ما يرجوه العالقون هو عدم تسييس خدمة النقل وإنهاء احتكار خدمة النقل الخارجي وإخضاع شركة الطيران الوطنية للرقابة والإدارة التي تستشعر مسؤوليتها الأخلاقية تجاه المواطن، سيما وأن بعض المتضررين تسوء أحوالهم الصحية والمادية مع كل ساعة تأخير، خصوصا في ظل ما يعتبره العالقون إهمالا وتجاهلا لظروفهم من قبل السفارة اليمنية في القاهرة وقبل ذلك من وزارتي النقل والخارجية. Thank you.